التدقيق المرتبطه بالاجهزه الامنيه. المعضله الامنيه في منطقه الساحل الافريقي لها علاقه مباشره بالامن القومي المغربي لعده اعتبارات مرتبطه اساسا بما يعني بما يعرفه هذا المجال من تهديدات متنوعه وعابره للحدود والمرتبطه بالاساس بالجريمه المنظمه وبانواع الارهاب، حيث ان هناك جماعات ترتبط بالقاعده وجماعات ترتبط بداعش، وهناك كذلك جماعات مسلحه لها طابع اثني وقبلي. لذلك فهذه المناطق اصبحت كذلك على المستوى الامني هي مجال واسع لمرور المخدرات الصلبه كالكوكايين وغيره. في نفس الوقت اصبحت هناك تجاره واسعه للاسلحه، خاصه الاسلحه الصغيره في مناطق متعدده. هناك كذلك هذا المكان اصبح منطلق للهجره غير النظاميه والاتجار بالبشر، وكلها امور لها تاثير على الامن القومي المغربي، وبحكم ان المغرب حدوده هي لاصقه بمنطقه الساحل الافريقي ويتاثر امنه بما يجري هنالك. لذلك فهذه المحاضره محاضره التي تتعلق بالمعضله الامنيه في منطقه الساحل هي تحاول ان تضع الباحثين والاكاديميين على ان تضع امامهم صوره تتعدد فيها مجالات البحث، يعني المتعلق بالجانب الثقافي التاريخي، الجانب المتعلق بالامن، الجانب المتعلق بالصراعات الصراعات الجيوستراتيجيه في المنطقه، وكذلك انواع القوى الدوليه المتواجده في هذه المنطقه. هذه الظاهره لا يمكن حصرها لانه هو مشكل يتطور في كل حين، ولكن جميع الاجراءات المتخذه على مستوى الحدود، يعني سواء بالنسبه للقوات المسلحه الملكيه او على يعني الاجهزه المكلفه بحمايه الحدود والجمارك، كذلك الاجهزه الامنيه سواء منها الاستخبارات هي الخارجيه او الاستخبارات الداخليه الى غير ذلك، كلها تعمل من اجل التصدي لهذه التهديدات والمخاطر. في نفس الوقت المغرب يعمل من اجل بناء السلم والاستقرار في المنطقه على عده وجهات. فقد يعني ولا ننسى انه في سنه 2013 قام جلاله الملك بزياره لمالي والقى خطاب بمناسبه تعيين انتخاب رئيس جديد، كما زارها كذلك سنه 2014 وزار عدد من الدول في المنطقه، في منطقه غرب افريقيا، ايمانا من المغرب بان امن هذه المنطقه وخروجها من هذه الازمه ومن هذه المعضله الامنيه له مصلحه استراتيجيه كبيره جدا، ومن مصلحته بناء الاستقرار والامن في هذه المنطقه. والعمل يعني ان الاجراءات التي يقوم بها المغرب لا تتعلق فقط بالجانب الأمني، ولكن تتعدى إلى الجانب الديني في علاقته مع الزوايا مع إلى غير ذلك، في علاقته كذلك مع جميع المكونات الإثنية والعرقية سواء الطوارق أو العرب أو الفلان أو السرغاي أو غيرهم من الإثنيات المتواجدة في هذه المنطقة. كذلك يقوم بدور كبير جدا على المستوى الاقتصادي بتشجيع بفتح العديد من الاستثمارات في هذه المناطق، كما ذلك ما قام كذلك على يعني بتأسيس لجان يعني في إطار مرتبطة بالتقلبات المناخية، لها علاقة بالتقلبات المناخية أو بالمناخ بشكل عام، بحكم أن هذه المنطقة منطقة الساحل هي منطقة التي تعرف يعني تعرف وضعية طبيعية صعبة يعني الجفاف، قلة الأمطار، التصحر إلى غير ذلك. فالمغرب يقوم بمجهودات كبيرة جدا في هذا الجانب، يقوم كذلك بمجهودات مهمة حتى في الحفاظ على الموروث الثقافي لهذه المنطقة.
الحفاظ أنه لا ننسى أن بمجرد سقوط تمبكتو في يد الجماعات الإرهابية سنة 2012 وسقوط هذه المنطقة كلها التي ترتبط بالمغرب بشكل ثقافي، احتضن هذا المورث الثقافي في منطقة محاميد الغزلان، وأصبحت هناك مهرجانات سنوية يعني خاصة بهذا المورث هذا حفاظا له من الاندثار ومن الضياع.